حضرتك لو انه في دواء مغشوش وحضرتك سامعه عن الادويه المغشوشه، ارجع انا للمكان ده ارجع عليه ازاي؟ لازم ارجع لمكان مرخص يكون اروح لجهه مسؤوله عنه اقول له انا خدت الدواء من الحته الفلانيه وراجعه. انما تمام، لو وصلت النقطه دي يا دكتور. تمام. طيب ايه كمان يعني ازاي هيتم اصلا تطبيق ده؟ يعني هل هيتمنع الدليفري ولا الموضوع هيبقى بروشيتا؟ وهو الموضوع اصلا في اي مرحله؟ هل احنا لسه بنتحدث عنه في مرحله تنفيذيه لاحقه؟ ايه اللي هيحصل؟ والله حضرتك انا رؤيتي للموضوع انه هو موضوع مقترح بيدرس، لانه حضرتك الدليفري في بالنسبه للصيدلات بقى شيء اساسي، وحضرتك اثرت نقطه مهمه جدا. بالليل بيبقى في حالات طارئه، حالات اعتدنا على محتاجه كده علاج. طبعا يا دكتور طبعا. الحاجه الثانيه كبار السن، ودي طبعا مهمه، خلاص بتبقى حضرتك محتاجه انه حد يجيب لها لحد عندها الدواء، خلاص. وبالتالي الدليفري هنا له دوره وله توقيتات، ووقت الزحمه الصيدليه بعيده عليا، فهو هيوفر لي وقت ان يجي لي. ففي حاجات كتيره لا الدليفري اساسي فيها. يعني احنا طالما المكان مرخص وانا بوصل بدل ما البيشن يجي لي انا اروح له، الا اذا كان هناك اتجاه للدوله ان هي تستخدم روشتة في وصف الادويه، فهنا هيبقى ليها شكل تاني او بعد تاني في الاستخدام. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه بالغرفه التجاريه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. اتمنى طبعا انه يتم دراسه هذا المقترح، لكن مساله الاستغناء عن خدمه الدليفري في الادويه ده مساله يعني صعبه علينا كلنا، كلنا في حاجه ليها، لكن هي ترتيباتها بقى القانونيه ممكن تكون ماشيه ازاي، ماشيه بروشتة مثلا مختومه من الطبيب، يعني اعتقد هيكون ليها شكل ما اذا تم تنفيذها.